على الرغم من ترحيب قادة دول الاتحاد الأوروبي بالتطورات التي وصفوها بالإيجابية في المملكة المتحدة بخصوص مفاوضات بريكست، إلا أن القادة 27 كثفوا من ضغوطهم على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي يوم الخميس خلال قمة جمعتهم بمدينة سالزبورغ في النمسا، مطالبين إياها بمراجعة مقترحاتها من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات خروج لندن والتي دخلت مرحلة حاسمة، لكنها ما زالت تواجه عقبة حول طبيعة العلاقة مع أيرلندا. رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قال في ختام القمة إن اقتراح تيريزا مي حول إطار التعاون الاقتصادي المستقبلي بين الاتحاد الأوروبي بعد بريكست لن ينجح، لأنه سينسف أسس السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على حد وصفه. من جهته وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المقترحات البريطانية بالغير مقبولة في صيغتها الحالية، كونها بحسب ماكرون لا تحترم السوق الموحدة، موضحا أنه حان الوقت بالنسبة للمفاوضات الحقيقية. بدورها قالت مي إن خطتها لا تزال جدية وموثوقة بها، ما من شأنه أن يضمن على المدى الطويل عدم ظهور حدود فعلية جديدة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وإن لندن ستقدم لبروكسل مقترحات وصفتها بالخاصة لمعالجة المشكلة الأيرلندية. هذا وتعترض لندن على حل عرضته بروكسل يقضي بإبقاء أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق آخر يرضي الطرفين، لأنها ترى أن ذلك سيكون بمثابة حدود الأمر الواقع بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة. فيما بات الأمر يمثل الخطر الرئيسي لفشل المفاوضات، ما يمكن أن يسفر عن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وفي السياق، قال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إن هناك وجهة نظر مفادها أن تجري المملكة المتحدة استفتاء آخر، لكن مي رفضت هذه الفرضية.